مجلس إدارة نادي القادسية يشكر عليها. طبعا هناك أيضا غدا في حفل دعام بالنسبة لنادي القادسية بأرض المعارض بمشرف قاعة 5، وسيكون في بيع سيكون فيها بيع لمنتجات نادي القادسية الخاص المدارس والمدارس القرطاسية، يعني اللي حاب لمدة يومين الأحد والاثنين معرض في أرض المعارض في مشرف، وخاص هذا لمنتجات نادي القادسية، واللي حاب يحضر هناك يومين راح تكون على يومين الأحد والاثنين هو حفل قريعان لمجلس إدارة نادي القادسية، مشكورين على هذه البادرة مجلس إدارة نادي القادسية لعشاق نادي القادسية أيضا اللي يرتؤون أن يذهبوا إلى هذا المعرض في أرض المعارض الصالة 5 يومي الأحد والاثنين. إذا شكرا لمجلس إدارة نادي القادسية لتوزيع بعض هدايا للجمهور الحاضر هنا في صالة يوسف الشاهين الغانم بنادي كاظمة، وانطلاقة شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء وكرة ملعوبة. وطبعا كما تابعتوا الشوط الأول انتهى بتقدم فريق نادي الكويت على نادي القادسية، مجلس طبعا مجلس إدارة نادي الكويت على مجلس إدارة نادي القادسية. الآن محمد الحربان سعود أبو حمد يلعبها وين؟ بعيدة على سعود أبو حمد، هذه بعيدة على سعود أبو حمد، بعيدة الكرة كرة اللعب الآن مرزوق الغانم تسديدة، ولكن كرة تصطدم وقت اللعب محاولة لمصلحة أيضا اللاعب غازي القندي، غازي القندي لكن 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 الكرة الكرة مقطوعة وتعود الكرة تصل على طول إلى فوز حساوي، حاول لكن الكرة إلى 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 جهة اليمين أيضا اللاعب حامد شويرك يلعبها كرة في النص، خطأ إعادة تنفيذ الخطأ، إعادة تنفيذ الخطأ لمصلحة مرزوق لمصلحة نادي أو مجلس إدارة نادي الكويت. الخطأ يشير ناصر العزي إلى خطأ إلى خطأ لمصلحة نادي الكويت. تلعب مرزوق الغانم كرة تلعب فواز عساوي بيحاول يسدد كرة، ولكن محمد النصف تغطية والكرة إلى خارج الملعب. الآن 2-1 ممكن القادسية ممكن يسجل تعادل القادسية، وبالتالي كرة طالت الآن من فواز حساوي إلى خارج الملعب، ركلة تماس اللعب على طول سريعة إلى مرزوق الغانم، مرزوق نعم مرزوق الغانم يلعبها إلى غازي القندي، القندي إلى مرزوق إلى مرزوق إلى خالد في خطأ في خطأ في فاول في فاول في فاول ناصر العنزي يقول في فاول، سعود ابو حمد مو راضي، سعود ابو حمد مو راضي، لكن حكم المباراة يعطي خطأ امام المنطقة لمرزوق الغانم، للنائب مرزوق الغانم، نائب مرزوق الغانم هل يحطها كما عمله وليد الكندري بكرة ثابتة بالمرمى، هل مرزوق شوف يحاول يمرر يسدد شكله بيس على طول حربان محمد الحربان يغطي في الكرة الماضية، وكرة اللعب قريبة محمد نصف إلى خالد الغانم، خالد غانم يلعب له كرة في العرض الله حلوة من الحربان، حلوة أيضا من مرزوق دائما صناعة الكرة الخطرة بجانب مجلس إدارة نادي الكويت تأتي من خالد الغانم، والمتابعين أيضا في المقصورة الرئيسية في صالة يوسف شاهين الغانم أيضا هشام الشايعوه أيضا فيصل الشايع، وكذلك أيضا الشيخ دعيج الصباح دعيج الفايد الصباح، وكذلك أيضا فيصل الجزاف رئيس مجلس إدارة والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، والكل يتابع طبعا مشكورا هو اللواء المتقاعد فيصل الجزاف ويرعى الحفل الختامي لهذه البطولة بطولة الشارع الرمضانية 11. هنا محاولة المرور ولكن في خطأ على وليد الكندري، خطأ في نص الملعب لمصلحة مجلس إدارة نادي الكويت، تلعب من غازي القندي سريعة إلى خالد غانم إلى مرزوق إلى خالد خالد جول ثالث لنادي الكويت
الثنائية للغانم تأتي، هدف ثالث ثلاثية تصبح ثنائية الغانم، تصبح ثلاثية الآن في مرمى القادسية، ثنائية الغانم هي ثلاثية، في مرمى القادسية، كرة ملعوبة وفي خطأ، المرة في خطأ، المرة يا خالد خطأ وإصابة لحارس المرمى حسن بالحسن، عمل مجهود كبير، لكن طيحت هالوقت غير، طيحت ديش الأيام غير، طيح الآن تأخذ وقت على ما تصحى، طيحت ديك الأيام غير، رشاش وخلاص وأمورك طيبة، لكن الآن أخذ عوار ثلاثة أيام قدام، عامل السن لكن يقوم بسلام حسن بول حسن، عامل السن ولكن حسن بول حسن الآن يقوم بسلام حارس مرمى فريق نادي القادسية. الكرة اللعب إعادة تنفيذ الخطأ، بسام يرجع الكرة، حسن بالحسن يحاول يلعبها إلى ولد الكندري، لكن الكرة إلى خارج الملعب تلعب على طول، خالد غانم، يلعبها إلى غازي الجندي، جندي تنفيذه، خالد غانم في كرة ماضية، ولكن كرة في الغائم، ضاعت كرة خالد غانم وضاعت كرة خطرة لنادي الكويت، ولكن لازال في شوط المباراة الثانية القادسية ما عنده كرة خطرة، مجلس إدارة نادي القادسية ما عنده خطرة، لكن في عنده كرة خطرة الآن، في عنده كرة ثابتة، ولكن كرة تلعب مرزوق بسام يلعبها يا خالد، كرة معاي، تلعبون في دفاع لنا حارس المرمى، روحوا بسام، فرصة الرابع، غازي ضيع الرابع، غازي الجندي، فرصة الرابع راحت، حاول حمد بو حمد، لكن فهد الغانم، ثلاث الغانم، لكن ما مشت كرة مزوق الغانم، كرة تعود إلى بسام يلعبها، ما يلعبها، لعبة قصيرة راحت القادسية، تعود لمجلس إدارة نادي الكويت، إلى على طول مرزوق إلى خالد بالمرمى، خالد مع حارس المرمى، إلى مرزوق، إلى محمد نصف، إلى مرزوق، كرة خطرة لنادي الكويت، خطرة إلى خالد غانم، إلى مرزوق، وتسديدة وليد الكندري. فريق مجلس إدارة نادي الكويت يتفنن حقيقة، يتفنن في ضاعة الفرص، تقدم لازال، تقدم مريح لمجلس إدارة نادي الكويت، واضح، شوف اللعبة، ولد الكندري كان كافي في هذه الكرة، مدافع كافي في هذه الكرة، وبالتالي ضاعت على فريق نادي الكويت، راهي وليد كندري، راهي عنده جول، كرة اللعب، كرة تصل أربعة، وكرة اللعب، لكن كرة اللعب على طول، أربعة، كرة جول، الكرة كانت جول، كرة اللعب، مرزوق غانم عادة، وكرة، الله، حلوة، أمام مين؟ حمد أبو حمد، من كان يجيد هذه الكرات؟ من كان يجيد هذه التوغلات؟ هو حمد أبو حمد الآن يعملها، هو مرزوق غانم، الخامس، خالد غانم، وانهيار تام أيضا فريق مجلس إدارة القادسية، وطبعا عامل السن فرق كبير، السن وايضا الاحكام واللياقه البدنيه، ايضا الاحكام بالنسبه لمجلس اداره نادي القادسيه، وكره خالد غانم الان يلعبها، كره في الخلف الى فهد غانم، يلعبها على طول، هذه ركله جزاء، شوف
كرة فنية عالية من مرزوق الغانم بيمر بين فواز عزاوي وايضا حمد محمد.